ونروح نبعت لجان ونحلل الألبان ونقول ان ده ما ينفعش. وبعدين الوزير الجديد اللي حضرته سمعنا دلوقتي على التليفون معانا الدكتور احمد عماد يجي يروح واخد القرار بمنتهى السهوله كده. كل ده ملوش لازمه. وزير راح، وزير جه، اللهم بلغ اللهم فشل. تعليق حضرتك لان هذا حق. هقول لحضرتك كل حاجه. اولا انت بتقول حقائق طبعا مظبوطه كويس، انا هزود عن الحقائق ديت وهعمل ايضاحات لما تم. بدا عمله بالاعتراف بفساد، فبعد ساعات من تفجير برنامج ممكن لقضية فساد ألبان الأطفال بين وزارة الصحة والشركة المصرية القابضة، القضية التي تتضمن استيراد ألبان فاسدة وإهدار مئات الملايين من الأموال، قرر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي التدخل بإلغاء مناقصة الألبان وطرح مناقصة عامة جديدة بين جميع الشركات دون إسنادها لأي جهة، وذلك بعد أقل من شهر من تولي وزير الصحة الجديد مهام الوزارة في حكومة المهندس شريف إسماعيل. الدكتور أحمد عماد الدين راضي يعد واحدا من أهم أساتذة العظام في مصر والشرق الأوسط، وقبل توليه الوزارة انتخب عميد لكلية الطب بجامعة عين شمس عام 2013، وفي عهده دخلت كلية الطب بالجامعة ضمن 300 الأوائل لكليات الطب المصنفة على مستوى العالم. تحديات كثيرة على وزير الصحة أن يواجهها حتى يتمكن من تحسين المنظومة الصحية على كافة الأصعدة، فما زال الأطباء يطالبون بحقوقهم وعلى رأسها الكادر، والمستشفيات ما بين نقص الأسرة إلى نقص الإمكانيات والآلات الطبية والأدوية وعجز الميزانيات، ما يؤثر بالسلب على الخدمة الطبية المقدمة، فتضيف للمريض معاناة فوق آلام المرض وتزيد صعوبة التحدي أمام من تقع على عاتقه ملفات تلك الوزارة. بسم شحاتة، ممكن. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. شكرا يا بسنت. برحب بضيفي العزيز الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحه والسكان. اهلا وسهلا دكتور، منورنا. بشكرك انك بتشرفني لاول مره بتطل على الاعلام. مشغول كتير، بتروح من الصبح تمشي اخر الليل. بالظبط كده. كان مالك ومال الكلام ده؟ حضرتك استاذ عظام كبير، دخلك ما شاء الله كان كبير قوي، وحققت انجازات في عماده كليه الطب عين شمس، ثم أتيت الوزير الثامن بعد الثورة حتى الآن في وزارة الصحة. كثرة التغيير دي ما قلقتكش إنك يعني هتقفل عيادتك وتدخل في دوامات؟ فكرت فيها إزاي وأنت بتقبل هذا المنصب؟ أنا هقول لحضرتك على حاجة، أنا فكرت فيها بحاجتين وأرجو إنك أنت تصدقني يعني. لا أنا ما بعرفش أكذب. أولاً أنا اشتغلت، بديت أشتغل سنة 1984 كدكتور. من 1984 وانا بشتغل كدكتور عظام، سافرت وتعلمت ورجعت، لكن في الاخر انا دكتور عظام. بجيب فلوس طبعا، بكسب طبعا، بعد فتره بديت اجيب فلوس واكسب طبعا، لكن في كل هذا المشوار كله بطلوعه ونزوله، معيد ثم مدرس ثم استاذ مساعد ثم استاذ ثم وكيل كليه ثم عميد كليه، كلها حاجات كلها جميلة، كلها أنا دكتور عظام. أنا أول مرة أبقى وزير. أول مرة؟ أبقى وزير. فدي مختلفة عن كل الكارير بتاعي. أيوة. ودي حاجة. الحاجة التانية أنا بعمل هذا لوجه الله تعالى. وعشان بلدي دي. أنا مصري من شعر راسي لغاية رجلي، مصري أصيل يعني. أنا بحب مصر، بحب مصر فعلا يعني. مصري صميم. وإن أنا أعمل حاجة للبلد ديت أنا هبقى أكتر واحد سعيد. هتقدر؟ وإن شاء الله حاضر. في وزارة الصحة إيه شوية؟ دكتور جاي من بره،
الجراح الناجح دايما بيبقى عنده احساس بذاته شويه وبيوحي بذلك للاخرين، فقلقوا في الوزاره وشافوك داخل عليهم كده وانا اسف التعبير يعني بين قوسين شايف نفسه لا جايبين لنا حد من بره، لا لا مش من ابن الوزاره ليه ان شاء لا الله. انا شايف نفسي ما بحبش ان انا اتقال، انا ما بحبش ان انا احس بالاحساس ده. كون يبقى الانسان بيحترم نفسه ده حاجه كويسه، لكن شايف نفسه دي حاجه مش كويسه. دخلت لقيت فخاخ كتير يا دكتور في الوزاره؟ اه طبعا. بتعتقد ان اللي ورا الفخاخ دي بيكون ايه؟ افشال القادم ولا مكاسب عند البعض مش على حسب؟ هي طبعا اجندات ما بين ماديه ما بين اداريه. لو اجنده اداريه انا ما زعلتش. يعني لو واحد طالب بيطمع ان هو يكون له بوست او منصب في الوزاره او في مكانه ده ما يزعلش. وبالعكس انت يعني انا هكون انا ما لا اختي سرا ان انا عرفت اول ما مسكت الوزاره وقبل ما امسك الوزاره ان في ثلاثة من وزاره الصحه اترشحوا كوزراء صحه. وانا قابلتهم وعارفهم والحقيقه انا مقربهم مني. ودي مش حاجه عيب، لناس بتطمح واللي بيطمح لمنصب وبيسعى اليه ابدا. وانا حطيتهم في التيم بتاعي وبقربهم مني وبقربهم مني جدا لان هم ناس ناجحين وكونوا بيترشحوا اللقب وزير قطعا هم كويسين، هم فعلا كويسين. دي حاجه، لكن المشكله في الاجندات الماليه، والاجندات الماليه السيئه انا حاطط ايديهم. حاطط ايديهم؟ حاطط ايديهم. شايفهم؟ عارفهم وبديت فيهم وهم عارفين وعارفين نفسهم. قطعت ايد حد ولا لسه؟ طبعا. قطعت؟ كام ايد لغايه دلوقتي؟ بتاع سبعه كده. بتاع سبعه. ولسه ايدين ثانيه حاططها؟ لسه ان شاء الله. وزاره الصحه وزاره غنيه. ما هياش فقيره، مش عايز اقول كلمه فقيره لان الكلام ده الانطباع ده مش صح. الوزاره فيها فلوس ما قلناش لا، وما هياش فقيره. طبعا يعني المفروض ان يكون لها اعتمادات اكثر. امبارح لما كنت قاعد مع دوله رئيس الوزراء اتكلمت في هذا الموضوع. انما هي مش احنا مش بنبتدي من زيرو لاين. نعم. مش بنبتدي من الصفر. لا هي فيها عايزه اداره كويسه للمال ده. حصل اهدار مال عام بطرق مختلفه يعني استنزف الوزاره شويه او والله انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان وزاره الصحه كانت لغايه ما وصلنا لغايه 2010 كانت في طريق جيد. كل مصر من اول 2011 حصل لها نوع من انواع الكعبله. نعم. لكن بدينا نقف تاني. فلما نيجي نحسب، لما انا جيت اشوف الملفات اللي كانت وزاره الصحه لغايه 2010 ما كانتش سيئه، وكانوا ماشيين في خط كويس، وكانوا ماشيين في لاين كويس كان قد يؤدي الى وزاره الصحه دي انها تطلع. حصلت فتره بتاعت يناير وكل البلد حصل لها عفره فتوقفت كل عمليه الانماء. كل ما انا اتمنى من الله ان انا ارجع الوضع على ما عليه واطلع بيه شويه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خليني ارجع ورا شويه قبل لقاء السيد رئيس الوزراء بالامس، وقبل ما ندخل في الملفات الساخنه اللي عند حضرتك اخبار كويسه قوي النهارده هتزفها للساده المشاهدين وللمواطنين وللشعب المصري. ان شاء الله. حضرتك التقيت بالرئيس عبد الفتاح السيسي قبل سفره الى بريطانيا. ان شاء الله. وكان هناك مجموعه من الملفات الهامه، هل يمكن ان لنا ان نعرف ماذا دار في لقائك بالسيد الرئيس؟ وما هي الملفات التي اهتم بها؟ وما هي الخطوات التي تمت بالفعل؟ هي طبعا كان لقاء، انا كل اللي اقدر اقوله انه كان لقاء جميل. جميل. وانا سعدت بيه جدا جدا حقيقه يعني. الحاجة الثانية ان هو الرئيس اول ما قعد معايا سألني المشاكل، فبديت يعني كنت جاهز بالمشاكل اللي انا شفتها في خلال الاربع اسابيع قبل ما اقابل فخامة الرئيس. انا شايف وده اللي انا عرضته عليه في الاول، ان اول مشكلة زي ما انا بقول وبقولتها للرئيس هي البني ادمين. بني ادمين يعني الاطباء. اطباء والتمريض، العاملين في قطاع الصحة. يعني أنا في رؤيتي إن أنا مهما وظفت من مستشفيات ومهما عملت من تجهيزات وجبت أجهزة ودخلت أساطر ودخلت أجهزة جراحة قلب وصدر، إذا ما كانش العامل البشري الموجود في وزارة الصحة متعلم ومتدرب بالقدر الكافي وراضي عن ما يفعل مهنيا وماليا لن تقوم لوزارة الصحة دي قائمة. العامل البشري، العنصر البشري. طبعا طبعا. يعني لو انا جيت النهاردة وجيت على البرنامج الجميل اللي حضرتك بتعمله دوت، وفي الاستوديو الحلو الجميل اللي حضرتك عامله ده، وشلت الاستاذ خيري رمضان وجبت واحد ما يعرفش يقدم للناس المعلومة، هذا البرنامج سوف يقع. نعم. صح طبعا. مش مكان
بالظبط. كل حاجة في الدنيا كده، العامل البشري او العنصر البشري هو الاساس. انت شايف مستوى العنصر البشري في وزارة الصحة في مستشفيات الحكومة ايه؟ انا هقول، انا جبت كده دايجرام، وبالتالي الدايجرام ده موجود عند حضرتك، عن وضع الاطباء في دايجرام كده انا جبته، يا ريت نشوفه يا جماعة. الدايجرام ده بيقول الاتي، بيقول ان احنا بنخرج كل سنة، انا كعميد كلية طب سابق فانا عارف بالظبط الاعداد. نعم. كلية الطب بتخرج كل سنة، كليات الطب في مصر بتخرج 9000 طبيب. تمام. ال 9000 طبيب دول ماذا يحدث لهم؟ هنلاقي الاتي، 50% منهم بيتركوا مجال الطب. 50%. 50%. 4500 من اللي بيتخرجوا 50% بيتركوا مجال الطب. ودليلي على هذا حاجة جميلة جدا. اعلانات مصر للطيران للمضيفين، هتلاقي فيها حضرتك كده ستيتمنت في الاخر على ان يكون من خريج كلية الطب. معناها ايه؟ معناها ان في اقبال شديد جدا من دكاتره خريج كليه الطب على خريج الطب يروح يشتغل مضيف. اشتغل مع احترامي للمضيف يعني، بس كان ده الفكره، تلاقي نفسه في مكانه. هيروح فين طيب؟ واحد اتخرج من ثانويه عامه جاب اعلى مجموعه في ثانويه عامه اللي هم 99% دلوقتي، يعني لو احنا حسبناها احنا كدوله قعدنا نعلم في الولد دوت 12 سنه حتى اصبح توب بيرسون كناحيه تعليميه. أيه. مش كناحيه اداريه، انا بتكلم كناحيه تعليميه، وفجاه اتخرج من كليه الطب طلع لقى مش عارف يكمل تعليمه، مش عارف يشتغل، مش عارف ياخد فلوس، هيعمل ايه؟ هيسيب المهنة. انا كاتبهم هنا كلمة كويت. كويت يعني بيترك المهنة دي. 50% 50% ده على طول كده. لا 50% في عندنا 30% منهم زي ما انا كاتب كده، من ال 30% دول 20% بيتعلموا. يعني ايه بيتعلموا؟ احنا بنخرج من كلية الطب الدكاترة بيبقوا بداية ان بنديهم حاجه اسمها تصريح مزاوله المهنه. التصريح ده مش معناه ان هو يقدر ان هو يتعامل ولا يعالج مريض ولا يعمل عمليه ابدا، ده دي بدايه عشان احطه على اول الطريق عشان يبتدي يتعلم. نعم. يبتدي يبقى دكتور بجد. 20% من دول فعلا دول بيتعلموا، 10% منهم بيقعدوا في الجامعات. ايه الجامعات؟ والجيش والشرطه. انا عايز اقول ايه، اسمي انا اساسا اسمي بروفيسور، استاذ. البروفيسور دي جايه من البروفيشن، اي المهن، مهنه. المهنه احنا صناعيه، اذا ما كنتش هيبقى ليا قسطى يعلمني مش هتعلم. والقسطى بتاعي انا وانا في الجامعه هو الاستاذ، ومش بس الاستاذ، الاستاذ والاستاذ المساعد والمعيد وخلاله. طيب والولد الغلبان الطبيب اللي طلع ودخل في مستشفيات وزاره الصحه وما لقاش هذا الترينر، هذا الاستاذ اللي يعلمه، ماذا سوف يحدث له؟ يا اما يسيب المهنه زي ما بقول 50% بالظبط كده. أيوة. 30% اللي هي طالعه قدامي بالازرق دول بيفضلوا بالبكالوريوس الطب زي ما هم لغايه لما يطلع معاش ببكالوريوس الطب. ده دي ستاتستكس. 20% 10 منهم بيقعدوا في الجامعه والجيش بيتعلموا من الصنايعي بلاوا الوسطى، و10% بيجوا ياخدوا ماجستير ودكتوراه يكافحوا. لا، الماجستير والدكتوراه دول بياخدهم نظري. يعني ايه نظري؟ يعني مثلا هنمسك واحد بتاع جراحه عامه بياخد ماجستير في الجراحه العامه، يجي قدام استاذ الجراحه العامه يقول له العيان ده هتعمل له ازاي، ده ازاي، يقول له بفتحه من حته الفلانيه لحته الفلانيه، يقول له ينام على جنبه ولا على ظهره، يقول له معلش يا بيه اصل انا ما شفتوش مثلا. طب ما انت عرفتها منين؟ قريتها من الكتاب. This not enough، ده غير كافي. عشان انا اطلع دكتور بيمارس مهنه الطب بامان. ايوه. واصل الى ما يسمى باسم سيف دكتور او طبيب امن، لازم اعلمه ولازم ادربه. ودي شغلتي انا كوزير صحه. انا عندنا كم وزير صحه كم طبيب؟ والله احنا اللي بنتكلم دي امبارح السؤال ده انا سالهوني دوله رئيس الوزراء على عدد الاطباء، انت بتتكلم في حاجه بتاعت حوالي 200000 الى 300000 طبيب. من 200 ل 300000 تقريبا، يعني لا يوجد حصر دقيق دي. لا احنا تعالى 300000، احنا بنتكلم 300000 300000. بس هل ال 300000 دول بيشتغلوا كده اطباء؟ ده النقطه اللي هي الحصر الدقيق. ولا منهم قد ايه كويتد؟ كويتد 150000. احنا عندنا 300000 طبيب تقريبا، مين فين بيمارس مهنه الطب؟ دي ما اقدرش اعرف. قلت المعلومات دي واضحه للسيد الرئيس جدا، ما سالكش وقال لك انت يا دكتور ممكن في يوم من الايام تامن لو لا قدر الله تعبت او حد يعرفك وتعبت، ممكن تقول له روح مستشفى حكومي ولا مستحيل؟ والله مش معنى الكلام ده مستشفى الحكوميات بيضاء الناصعه فيها، ولكن انا مسؤول عن كل الدكاتره مش على 10% منهم. نعم. او 5%. احنا مش هنقول ان في 5% او حبه قد كده كويسين، احنا لازم نخلي مصر كلها بها اطباء متدربين، ودول فرقتي انا. طب الدكتور الامن ده لما عرضت على السيد الرئيس هذا الوضع في برنامج تدريبي،
احنا دايما بنقول ايه، احنا مش هنيجي نبتدي فروم زيرو لاين، الناس كلها ماشيه ازاي. نعم. واحنا عارفين وكلنا كاطباء عارفين ان نمسك مثلا احنا النظام المصري اقرب ما يكون للنظام الانجليزي في التدريب والتعليم الطبي. نعم. النظام الانجليزي او زي اي انظمه ان الدكتور بيتخرج من كليه الطب بيخش بيعمل يقعد سنتين فاونديشن ليفل اللي هم بيقولوا عليهم عندنا الامتياز، احنا عندنا سنه مش فارقه كتير، لكن بعد كده لازم يخش في برنامج تدريبي جوه المستدريب تريننج على الحياه العمليه في مستشفى. يعني مثلا بتاع جراحه العظام لازم يقعد 7 سنوات يتدرب، بتاع الاطفال بيقعد 4 إلى 5 سنوات وهكذا، الى في نهايه المده ديت بيخش حاجه اسمها بنسميها اكزيت اكزام. اكزيت اكزام يعني امتحان نهايه التدريب. هو المشكله مش عنده هذا الامتحان، المشكله هو اتدرب ايه، وكل سنه بيقيم وبيلف من حته لحته ومعاه ترينر. ترينر يعني مدرب. انا لما قعدت مع الرئيس طلبت منه الاتي، طلبت منه ان احنا نفعل نظام تدريبي فعلا الاطباء في وزارة الصحة وفي مصر وفي الجامعة وكل حاجة، وده يطلع بقرار بقانون يلزم الناس ديت ويلزم الترينرز الأساتذة انها تعلم الولاد دول، دول في دقابتنا. كويس. فالحقيقة هو الرئيس وافق وكان اكرم مني وقال لي طب وانت اتعلمت ازاي؟ انا اتعلمت في الجامعة، لقيت الاستاذ اللي علمني لغاية فترة من الفترات، لكن بعد كده سافرت بره في احد البلاد، ولما سافرت انا سافرت بمنحة وكنت باخد فيها ما يسمى باسم بدل البطالة. وكنت قاعد في أوضة، الأوضة دي في بيت التمريض، أوضة بحمام، وكنت سمحولي إن أنا أنزل آكل وجبة في المستشفى، والصبح وبالليل بفطر وبتعشى من بدل البطالة اللي كنت باخده. فالرئيس قال لي طب لو إحنا عملنا الكلام دوت يكلفنا كام. فوداني مثال بإنجلترا على أساس إن هو فخامته كان رايح بإنجلترا. قلت له احنا دفعنا الولاد دول هندفع لهم ما بين 800 ل 1000 استرليني. فقال لي انا هطلع الولاد وهطلعهم على حساب مصر وهطلع هذا العدد، انت هتعرف العدد ده كام؟ هو قال لغايه 1000، ده الكلمه اللي قالها من بقه. أيه. لغايه 1000، 1000 في السنه. قال لي انت دلوقتي انا مسافر، اطلع سافر قبليه وحاول توصل معاهم لهذا الاتفاق، واذا تم الكلام دوت احنا هنعلم الولاد دول مش بس في مصر بالبرنامج التدريبي اللي انت بتقوله ده، لا يبقى بيبقى جزء من البرنامج التدريبي دول ان المميز فيهم بنطلعه ياخد جزء من هذا بره. ومش بس كده، قال لي واذا قدرت ونجحت في هذا الاتفاق مع الجانب الانجليزي حاول تعمل نفس الاتفاق ده مع الجانب الفرنسي ثم الجانب الالماني، وقال لي كده ثم الجانب الروسي. يعني 4 بلاد كبرى بالضبط. نودي 1000 و1000 و1000 يعني 4000 تقريبا. احنا بنتكلم مش هنحددها، لكن لا. المبدا موجود. سافرت بالظبط بعد اللقاء بالرئيس بيوم، رحت انجلترا، قابلت هناك وزراء صحه. هم في انجلترا على فكره ما عندهمش وزير صحه، هم عندهم 8 وزراء صحه 8 ولا 7 8. وزراء صحه. قابلت وزيره الصحه المسؤوله عن الميديكال هاير اديوكيشن، تعليم الطب العالي، وكان معايا تيم. الحقيقه التيم دوت، وانا بقول دايما ان الراجل الناجح لازم يكون معاه تيم كويس. تيم كانت معايا دكتوره اسمها الاستاذ دكتوره لميس رجب، دي كانت عميد كليه الطب قبل كده. كان معايا دكتور عبد الحميد، وده اللي ماسك الزماله المصريه حاليا، وده استاذ نسا، ودول كلهم من القاهره مش من عين شمس، خدتهم معايا. ورحنا هناك قابلنا المجموعه ديت وعرضنا عليهم الفكره بتاعتنا. والحقيقه كان سياده السفير المصري الحقيقه معانا هناك، والملحق الطبي عملوا معانا مجهود جامد، وقدرنا نصل الى شبه اتفاق، وتمنينا ان الاتفاق ده ينتهي ان احنا يوافقوا على هذا الكلام. وقبل ما سافر قعدت هناك 48 ساعه، حسيت ان هم بداوا يميلوا، خصوصا ان احنا قلنا لهم ان دول هيرجعوا بفكر ان هم موافقين على يعني هيتبنوا هذه العلاقه. هو ده القرار؟ القرار ده لا، ده مش ده القرار، هو ده القرار. انا فعلا الرئيس مضاها وهم وافقوا، وانا بزف هذا الخبر الى كل مصر. الرئيس مضى وهم وافقوا، وزير الخارجيه مضاها هناك واتمضت فعلا، وفعلا بقى اصبح النهارده في اتفاق ما بين الجانب المصري والجانب الانجليزي على تدريب الاطباء المصريين من وزاره الصحه. طب اللي هيسافر دول ايش ضمانكم انه مش هيلبد هناك ولا يروح بلد ثانيه ولا يجي ثلاث مرات؟ والله بص حضرتك، يعني احنا انا مش عايز احط حكايه ان انا التخويف والترهيب، احنا دي بلد لا عايز ضوابط، هي عايزه ضوابط، الضوابط دي هنعملها، لكن كانت المشكله كلها اليه البدء في هذا الشيء. هنختاروا ازاي؟ هنختار طبعا من المتفوقين فيهم، مش ممكن هختار غير المتفوقين فيهم،
المميز فيهم. اذا كان انا عندي بقول كل سنه 9000 الف بيقعدوا في الجامعه و8 في وزاره الصحه، لازم اخد الالف المميز في وزاره الصحه. لا. لابد ان يكون هذا. وامتى هاخدهم؟ وهل في اول بدايه تعليمهم ولا بعد ما يقضوا سنه او سنتين؟ كل الكلام دوت هنعمل مجموعات عمل، والمجموعات العمل دي هتبقى بقياده فريق، والفريق ده طبعا انا اي هاف اساين او عينت الاستاذه الدكتوره لميس رجب تبقى هي على قمه هذا الهرم لتظبيط عمليه التعليميه لاطباء وزاره الصحه، وهي عميد الطب القاهره. نعم. بس هي بتحب الميديكال هاير اديوكيشن، وهي كان لها دايما كلمه كده بتقول ايه، هي نفسها تعمل كده وانا نفسي اعمل كده، كانت بتقول ايه، طولة العمر تبلغ الامل. فعمرها طال وعمري طال، وان شاء الله الامل ده يتحقق ان شاء الله. يعني معنى كده ان خلاص هنبتدي نختار 1000 طبيب مصري غير عمليات التدريب اللي هتتم في مصر كده. يعني اطباء وزاره الصحه ممكن يتدربوا في مستشفيات الجامعه، هيتدربوا هيتدربوا ان شاء الله باذن الله. الخطه كامله عند حضرتك ان شاء الله يا فندم. الملف الثاني اللي ناقشته مع السيد الرئيس، الملف الثاني اللي ناقشته مع بعد كده هو بعد تعليم الاطباء كان التامين الصحي. التامين الصحي بالظبط كده. التامين الصحي قالوا لنا 2017 وقالوا لا 2016 ولا قالوا 2018، وكل وزير يجي من واحنا صغيرين بنسمع عن ملف التامين الصحي. الدكتور احمد عماد وزير الصحه الحالي، هل يمكن ان يعد بموعد محدد ما هي ملامح قانون التامين الصحي؟ بعد الفاصل ممكن؟ اتفضل. اول قراراتي طبعا ان انا اخلي انزل لاي حد على رجعه لنفس الدوله، طبعا الناس اللي هي غير القادرين، هشيل كل المسؤولين عن المستشفيات العموميه، و هخلي المستشفيات الحكوميه زي الخاصه بالظبط. حاجات كتير قوي، اولها تطوير المستشفيات الحكوميه ومراقبه الاداء اللي فيها ومستوى الخدمه اللي بتقدم للمواطنين، يعني غير لائق تماما. يعني في مستشفيات، في مهازل في مستشفيات حكومه بصراحه. اضبط المنظومه الصحيه بحيث ان كل انسان يلاقي العلاج المناسب، ما يروحش اي مستشفى ما الاقي يقول لي اطلع بره، ما فيش حاجه. الناس بتترمي على، بنشوف الناس مرميه على الارائض على اراضي المستشفيات بدون اي علاج. اول حاجه العلاج للجميع على نفقه الدوله او علاج اقتصادي. نمره 2 اللي محتاج بيروح مستشفيات استثماريه، بينما احنا لسه سامعين عن حادثه قريبه لسه من 3 ايام ان الطبيب رفض معالجه المريض. رفضه ليه؟ لانه ما معهوش فلوس. اذا انت يا اما توفر له ماديات عشان يذهب الى مستشفى كويسه، يا اما توفر له علاج على الاقل يبقى علاج اقتصادي. اول قرار هاخده ان انا هعمل مستشفيات كويسه، ان انا هخلي طبعا تطوير في الصحه من ناحيه التطوير اللي احنا بنشوفه قدام المستشفيات دلوقتي، هتبقى طبعا في نظام عن كده، تطهير المستشفيات القديمه وتجديدها كلها باكملها. اعمل قصر عيني في كل محافظه، كل محافظه اعمل قصر عيني، بحيث ان هم الناس اللي بتيجي من الارياف والصعيد والكلام ده بتيجي تعالج في القصر هنا، ضغط عليهم في كل حاجه، في مواصلات ومسافه بعيده ويوي. انما انا لو عندي قصر عيني في كل مكان اعتقد هيبقى افاده لكل منطقه. المستشفيات الحكوميه بتاعت التامين الصحي ديت ما تنفعش خالص، لان الرعايه الصحيه والتامين الصحي متدني للغايه. يعني رقم واحد المستشفيات الحكوميه، المستشفيات الحكوميه اللي هي الناس بتبقى واقفه عليها وبتموت ومعهمش فلوس ما بتعالجش، لازم يبقى اهتمامي ومواردي كلها ليها، مفيش شك في كده. يعني اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، اواصل حواري مع ضيفي العزيز الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحه والسكان. سياده الوزير، في الملف الثاني الذي عرضته على السيد رئيس الجمهوريه في لقائكم بعد مرور 4 اسابيع فقط، 4 اسابيع على توليكم المسؤوليه، كان ملف التامين الصحي. ده حقيقي. ايه اهم النقاط اللي حضرتك عرضتها وماذا كانت قرارات السيد الرئيس؟ اولا هي ما هو التامين الصحي؟ نعم. واحنا ماشيين فيه قانون التامين الصحي. برضه انا عايز اقول ان انا ما ببتديش فروم سكراتش، ما ببتديش من الاول، في ناس سبقوني اشتغلوا فيه. انا حلفت اليمين امام الرئيس يوم السبت 19/9
الصبح الساعه 7:30 صباحا، وقعد معانا فخامه الرئيس في اجتماع مع الساده الوزراء عشان يقول لنا فكره والاتجاه بتاع الدوله في الفتره دي. وبعد كده رجعت على مكتبي في الوزاره. في الاول قعدت مع الاداريين، وبعدين قعدوا معايا شويه الاعلاميين، ودخلت مكتبي الساعه 4. الساعه 4 عملت اول اجتماع لي مع القائمين على قانون التامين الصحي، وقعدت فيه لغايه الساعه 9. لايماني بحاجه واحده بس، انه لن تكون هناك قائمه لنظام صحي في مصر او في اي حته في الدنيا اذا ما كانش فيه ما يسمى باسم تامين صحي شامل حقيقي. لو جينا احنا قلنا النهارده كل واحد في بيته، انا وانت بنشتغل ليه؟ احنا بنشتغل عشان نجيب فلوس عشان ناكل، ماشي. لكن لو حسبتها ما هيش الفكره كلها، طب ايه اللي بيخلينا نشتغل اكتر واجمع فلوس اكتر وابقى دايما حاسس بعدم الامان؟ حاجه واحده بس، خوفي ان انا في يوم من الايام احتاج للعلاج وما الاقيش معايا دخل مادي يعالجني. ده اللي بيخليني دايما اقول ايه، انا شايل شويه شايل للزمن. لو حضرتك امن انك انت علاجك هتاخده بشكل امن ومحترم وكريم، هعرف اعيش كويس والله واستمتع بالحياه وهفكر واحلم وانتج وكل حاجه، هتلاقي القرش اللي بيجي لك زياده ده يتفسح بيه، يا ما تعملش مجهود جامد يا تبقى الدنيا اهدى. هي دي المشكله، التامين الصحي او العلاج المجاني الامن لابنائنا في مصر هو ده الملاذ الوحيد اللي احنا هنحس فيه بالامان واحنا في بلادنا. تمام. قانون التامين الصحي خلص. 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 خلصته. أول امبارح كان خلص، فاينلايز، انتهى، خلصناه. خلصته. أنا بقالي دلوقتي من 19/9 لغاية النهارده، أنا الحمد لله بالتيم اللي موجود، ومش هقول أنا، لأن إحنا مجموعة ومجموعة كبيرة شغالة في القانون دوت. كل ما في الموضوع ان انا بحضر الاجتماعات وبنعدل وبنجدد وانا قاعد معاهم. خلصناه، وانا كل يوم بقعد معاهم. انتهى، خلصناه. فاضل لي فيه الاتي. واحد، اقعد مع معالي وزير الماليه قاعده لتظبيط بعض الماليات. اتنين، اروح لمعالي الوزير مجدي بالعجاتي للصياغه. نعم. ثم اذهب مره اخرى الى فخامة الرئيس لاستصدار قانون تأمين الصحي. وكده هيتم تفعيل قانون التأمين الصحي. ما هو التأمين الصحي؟ أيوة. التأمين الصحي ده أولا هو نظام شامل، يعني شامل يعني بيشمل كل الناس وإلزامي، مفيش واحد مصري مش هيبقى له تأمين صحي. وكونك انك انت تبقى مصري يساوي ان معاك كارت تأمين صحي مرتبط بجنسيتك، لازم، ما ينفعش. وده بيعتمد على التكافل الاجتماعي. يعني ايه؟ انا باخد فيه، احنا بناخد منه 4% من كل مواطن، فكرته كده، 1% بيدفعها المواطن و3% بيدفعها صاحب العمل ايا كان صاحب العمل. يعني لو انا بتكلم ان انا استاذ في الجامعه، انا هطلع 1% من مرتبي و3% هتدفعهم للجامعه. ده معنى كلمه، يبقى ده 4%. 4% من ايه؟ من اجمالي دخلي. يعني لو انا مرتبي كاستاذ في الجامعه هقول ان انا مثلا من 5 الى 8000 جنيه، هيتاخد 4% من اجمالي دخلي يتحط في التامين الصحي. طيب ما هيبقى في واحد تاني اجمالي مرتبه 1200 جنيه، انا بكفل ده. فعشان كده بنقول هو نظام الزامي شامل تكافلي، اللي معاه بيكفل اللي مش معاه من غير عبء عليه. دي تاني لازم حاجه، ولكل المواطنين. وفي نفس الوقت الدوله مسؤوله انها بتتحمل اعباء هذا النظام لغير القادرين. يعني غير القادرين؟ اللي هتيجي الدكتوره غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي هتيجي تقول لي ده غير قادر، انا بديله معاش غير قادر، ده الدوله بتتحمله ومحسوبه. احنا في مصر محسوبه، ان احنا بنقول ان حاسبينها في هذا القانون. أيوة. 58% من شعب مصر هيقدر يتاخد منه هذا. 42 غير قادر، 40 ل 42 غير قادر. والغير قادر ده متوسط صرفه قد ايه؟ متوسط صرفه على القطاع الطبي 1000 جنيه سنويا. يعني انا بتعالج ب 1000 جنيه سنويا؟ لا، يعني حساب ايه؟ حساب انك انت بتبتدي من اول وانت بيبي لغايه لما توصل لسن ال 60، هتلاقي ان العلاج فعلا بيبتدي ليك بعد سن ال 50. نعم. فلو جينا حسبنا متوسطها يبقى 1000 جنيه، 1000 جنيه في 40 مليون، ده اللي مفروض ان مصر هتدفعه في يوم من الايام لكل غير قادر، وتبقى هذه الغطاء التامينيه
تغطي كل شعب مصر. دي فكرتها. طيب هل هذا النظام بيجي على الفرد؟ لا، نظام التأمين الحالي لن يكون للفرد، سوف يكون للأسرة، وده بيفترق عن النظام التأمين الموجود اوريدي شغالين بيه. يقولك انا سنة عامل في مصنع مأمن على نفسي، لا، المرة دي مش هتأمن على نفسك، التأمين سوف يكون على أسرتك كلها. دي حاجة مهمة جدا. طيب هل هنيجي نطبقه النهاردة الصبح؟ انا هيطلع قانون بكرة الصبح، هل بعد بكرة الصبح سوف يتم تطبيقه؟ ولكن بطريقة تدريجية، لان ما عندكش امكانيات المستشفيات تستوعب ازاي. لا معلش، واحدة واحدة عندنا ان شاء الله. طيب ان شاء الله ماشي، بس هي تتم القانون كده، طريقة تدريجية، طريقة تدريجية on geographic base، على اساس جغرافي محافظة بمحافظة، يتم تحديد هذه المحافظات كل من رئيس الوزراء، وزير الصحة، وزير المالية، بالترتيب محافظة ديت ثم محافظة ديت ثم محافظة ديت. هتبقى الافقر يعني على اي اساس؟ ابدا، احنا ما خدناش افقر ولا حاجه، احنا كل اللي عملناه ان احنا بدينا نفكر بفكر، هل في شغل اتعمل قبل كده؟ او انا فكرت كده في هذا النظام. اتعمل، احد الوزراء السابقين ليا عمل هذا الشغل. بدا فين؟ بدا بمحافظه السويس. اشمعنى السويس؟ السويس هي محافظه ومدينه. بايلوت ستادي ابتدي بيها، وهو عمل كده. والحقيقه البنيه التحتيه هناك جاهزه. يعني ايه بنيه تحتيه؟ يعني عشان نعمل الكلام ده لازم يكون في كارت. الكارت ده زي كارت الذكي، كارت الذكي، وهو فعلا نفس الكارت. ولازم يبقى فيه كارد ريدر، احط فيه الكارت، يقوم الكارت ده يشوف، يطلع لي اسمي وبياناتي، ويبين لو انا خدت دواء هيتحط على الكارت، ولو انا جيت بعد كده او بعد فتره حبيت ان انا اغير الدواء هيبقى معروف انا خدت ايه قبل كده. الكارد ريدر، هذه البنيه التحتيه موجوده فعلا في السويس فعلا. فانا هبتدي بالسويس، ثم بعد السويس هطلع على بورسعيد، برضه محافظه ومدينه واحده. نعم. ثم هنزل على الاسماعيليه. ايه مستر الاسماعيليه؟ ان هي محافظه ومدينه وحواليها شويه قرى. ابتدي اجرب لما انا اعمل انتشر لشويه قرى هيبقى الموقف ايه. ثم شمال وجنوب سيناء، ثم الاسكندريه في العام الاول. دول تعدادهم على بعض 7 مليون. 7 مليون 790 يعني. ان شاء الله. فعلا. يعني 2016. ان شاء الله يا فندم. من يناير 2016 ان شاء الله سوف يبدا هذا النظام. وعندنا في 8 مليون هيخش نظام التأمين الصحي في المحافظات اللي انا قلت لحضرتك عليها، السويس، بورسعيد، الاسماعيليه، شمال سيناء، جنوب سيناء، والاسكندريه. دول عدد الناس اللي هم غير قادرين فيهم 3 مليون 256، يعني انا محتاج 3 مليار جنيه وربع عشان اغطي الناس ديت وينجح هذا النظام. طيب هل انت معاك في وزاره الصحه 3 مليار؟ ايوه يا فندم، معايا 3 مليار وربع. طب ومعايا لهذا الكلام، مش وانا جاي بس ادواتك يا فندم. نيجي بقى الادوات، المستشفى والاطباء، نيجي الادوات. نظام التامين الصحي ده الجديد ده بيقول الاتي، بيقول ان انا كنظام تاميني هنعمل ثلاث هيئات. هيئه اسمها هيئه التامين الصحي، دي اللي بتاخد الفلوس تمام، بس ملهاش دعوه باكتر من كده، بتلم الفلوس عندها، ودي ملهاش دعوه دي بتشتري الخدمه، ملهاش دعوه ما بتقدمش الخدمه. الهيئة الثانية هنسميها هيئة الرعاية الصحية. فيها ايه؟ فيها وحدات الرعاية الصحية الأولية اللي احنا بنقول عليها زي ما بتقول عليها المستوصف، وبره بيقولوا عليها برايمري هيلث كير يونت، اللي هي هتستقبل المريض، لأن أنا مش مفروض إن كل عبء يبقى على المستشفى، لا، العبء على وحدات الرعاية الصحية الأولية. وهيبقى فيها المستشفيات المعتمدة. يعني إيه معتمدة؟ يعني مستشفى، المستشفى ديت البنية التحتية بتاعتها كويسة، تجهيزاتها كويسة، خدماتها كويسة، أطباءها كويسين، وبياخدوا فلوس كويسة عشان يشتغلوا معايا. من الثلاثة مليار عشان يشتغلوا معايا بالظبط، يشتغلوا معايا كويس، وإلا مش هيشتغلوا معايا كويس. المستشفى اللي فيها الكلام ده هدخلها في منظومة التأمين الصحي. المستشفى اللي هتبقى فيها البنية التحتية تسمح لها بكده هدخلها في منظومة التأمين الصحي. والهيئة الثالثة اسمها الهيئة المصرية للاعتماد. الهيئة دي اللي هي الجهه المراقبيه، ثلاث هيئات بس، واحده ما عندها الفلوس، واحده بتقدم الخدمات، والثالثه هي المونيتور. دي بتنزل تشوف المستشفيات، المستشفى اللي تلاقيها فيها الجيده هتقول اوكي، تدي التصريح لها، ولو لقيتها بعد كده مش كويسه تسحب منها التصريح. وهذه الهيئه لن تتبع لوزير الصحه، ولن تتبع لرئيس الوزراء، سوف تتبع لرئيس الجمهورية فقط، ملهاش سقف. لأن أنا ما ينفعش أبقى أنا وزير الصحة والمستشفيات دي تبعي، وأقول دي مستشفيات كويسة عشان تبعي وهي مش كويسة. نعم. اللي يقول إنها مش كويسة
الهيئة دي، الهيئة دي هي الرقيب علي أنا كوزير صحة بعد الله سبحانه وتعالى، وعلاقتها سقفها مش أنا، سقفها رئيس الجمهورية، وهي دي الثلاث هيئات اللي هتدير المنظومة الصحية. دور المستشفيات الخاصة هل لها نصيب في ال دي بقى كانت فيها ديبيت جامد جدا. نعم. وبرضه لما انا رحت في انجلترا الفتره اللي فاتت ومعلوماتي السابقه اضافت بعض السلطان بيبر ملح وفلفل على هذا القانون. وزاره الصحه دي مستشفياتها خلاص اتفقنا على هذا الكلام. انما طب والمستشفيات القطاع الخاص هيبقى وضعها ايه؟ هقول الاتي او قلنا الاتي. لو انا النهارده مستشفى قطاع خاص وعندي مثلا 100 سرير وال 100 سرير دول منهم 20 سرير زياده فيكنت فاضيين، من حقي ان انا اروح ااجرهم للتأمين الصحي ياخدهم يعالج فيهم أبنائه، ما عندناش مانع. من دكاترة بتوع المستشفى ولا تجيب دكاترتك؟ بأي دكاترة، مش هقول لا، بس بالنظام التأمين الصحي، بأسعار التأمين. مش من حق أي مستشفى خاص يجي يقول أنا عايز أدخل معاك في نظام التأمين يخش وآخد بالحصة بالتكلفة والدنيا بتكلفتي أنا، ما عنديش مانع، يأجر لي المستشفى كلها، ما عنديش مانع، بس بنظامي وبتكلفتي وبأسعاري بمعاييري وبمعاييري، وهيخضع للرقابة من الهيئة الرقابية اللي هي بتبقى بتراقب على هذا الشيء. طب انت كان 8 محافظات بس خلال السنه الاولى، مش 8، مش 8 لا، احنا ما قلناش 8، بورسعيد السويس، بورسعيد، الاسماعيليه، المعليه، شمال سيناء، شمال سيناء، جنوب سيناء، اسكندريه، 6 بالظبط كده. طيب 6 محافظات، هنعمل ايه في باقي المحافظات؟ احنا 27 محافظه. ايوه، الفكره كلها هيستنوا كام سنه بقى؟ لا احنا القانون بيقول الاتي، بيقول الاتي ان يتم توفير هذا النظام على مصر في مدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات. ده الكلام اللي احنا قلناه. هل هيتم تغييره في مجلس الوزراء لثلاث سنوات؟ حد أقصى 5 سنوات. امبارح وانا بكلم دولة رئيس الوزراء على الكلام دوت قال لي 5 سنوات كتير، نخليها 3 سنوات، دي هتختار ترتبط بيه قعدتي مع وزير المالية. بالظبط. طيب الناس اللي في باقي البلاد دي هتعمل ايه؟ تموت يعني؟ مستوى المرضى اللي غير خاضعين للتأمين الصحي في 21 محافظة. مع حال المستشفيات، فواضح ان انا ههتم عندي ميزانية للست محافظات هحطها علشان اخليها نموذج ناجح. لا 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 لا. طب الباقي هنعمل لا انا عندي ميزانية مش ده. لا انا عندي 3.1 مليار دول عشان التأمين الصحي. لا عشان علاج غير القادرين في هذه المنظومة، لكن انا مش معناه ان انا ما عنديش غيرهم. ايوه انا إيه؟ معايا طبعا. ايوه ما انا بطمئن على باقي المستشفيات. فكري بقى في بقية المستشفيات في الوقت الحالي ايه هو؟ قبل ما امسك وزير الصحة كان اتعمل موقع جميل جدا اسمه عشان لو تيجي ما تتفاجئش. هذا الموقع كان كل يوم عمال بيحط صور سيئة جدا للمستشفيات ومش عارف ايه وبتاع. احنا عندنا 524 مستشفى وزارة الصحة. 524؟ تمام. 524 دول بنسميهم دول قطاع، بنسميهم القطاع العلاجي اللي بنسموه المجاني. 43 مستشفى بنسميهم الامانه، ودول انترميديت زي معهد ناصر اسمها الامانه وتتبع وزاره الصحه. 43 مستشفى تامين صحي. سيب بقى شيل ال 43 بتاع تامين صحي، هتلاقي ان عندك 520 و43، يعني بتتكلم في 573 مستشفى. مستشفى. هل انا النهارده هاجي، ده فكري انا بقى، واقول انا مسكت المصباح السحري ودعكته طلع لي المارد، والمارد ده هقول له اجري على 524 او 570 جددهم؟ مش هيحصل. طيب ما هو فكري؟ انا فكري كالاتي، وانا فكري ده قلته لفخامه الرئيس وقلته لدوله رئيس الوزراء امبارح، ان انا عايز اعمل في كل محافظه في الفتره ديت على ما يتم الانتقال وتد، حاجه تسند الناس. ازاي؟ اعمل بعض المستشفيات اجهزها تجهيز جيد من الناحيه التجهيزيه والبنيه التحتيه والاطباء، واديهم فلوس كويسه. مش كل المستشفيات، بعض، وتسمى هذه المستشفيات باسم جنرال هوسبيتال. جنرال هوسبيتال دي اللي هي مستشفى العام، حضرتك لو طلعت في اي حته بره جنرال هوسبيتال دي يرفع لها قبعه، لان فيها جميع التخصصات وفيها جميع التجهيزات. تعمل النموذج. تعمل النموذج، سموها هم في مصر هنا مستشفى نموذجي. هنسميها نموذجي، اي تسميه. بتحاول تعمل ده في معهد ناصر بالظبط. وهذه المستشفيات هتتناسب مع التعداد بتاع المحافظه، يعني لو جينا في القاهره انا قسمتهم. قلت الهرم ورحتها شفتها وجاهزه، حاجه من الهرم قبليها
في مستشفى الشيخ زايد. نعم. وكان جنبيها مستشفى صغيره ضبطها لها، فيبقى الهرم والشيخ زايد. هاجي بعد كده هلاقي مستشفى الهلال بتاعت التروما والاصابات. هاجي بعد كده هلاقي مستشفى دار الشفاء. هطلع بعد كده هلاقي مستشفى هيليوبلس، وهلاقي مستشفى معهد ناصر، مستشفى المطريه. دول 7 مستشفيات جنرال هوسبيتال ده جوه القاهره. نعم. لو انا ركزت وخدنا القاهره كموديل، لان هي هتبقى اخر محافظه يطبق فيها التامين الصحي لقوتها وكثرتها عدد سكانها اكتر. لو انا جهزت 7 مستشفيات دول جوه هذه المحافظه كمستشفيات جنرال، دي واحده، واحط في كل محافظه مستشفى تسمى باسم مستشفى اورام، لازم طبعا مع زياده النسب دي. لو احنا جينا قلنا ان احنا جوه القاهره عندنا كذا مستشفى اورام، او عندنا مستشفى اورام يكفي معهد الاورام شايل ليله، ومستشفى اورام في معهد ناصر، لكن بقيه المحافظات هل كلهم عندهم مستشفيات اورام؟ لا، لازم يكون كلهم. ده 2. 3، لازم يكون عندي ما يسمى باسم تروما سنتر او مركز اصابات زي الهلال ديت. ومركز الاصابات دي مش معناه ان واحد مكسور، لا، مركز اصابات دي يعني اي اصابه بما فيها ان هو يكون واحد جاي له التهاب جامد في الزايده، واحد اتخبط، واتيفر، مركز اصابات. ده 3. 4، مركز حروق. لو جيت حضرتك بصيت على داخل القاهره هتلاقي فيه مراكز الحروق محدوده جدا. اللي شايله الحروق في مصر حاجتين، طب القاهره وطب عين شمس. مركز حروق هنا ومركز حروق هنا. لو انا عملت في كل محافظه مركز حروق، وده شيء مهم جدا، واخر حاجه مركز سموم. مركز سموم. طبعا. مركز سموم ده شيء مهم جدا، اذا كان غاب عن بعض الفكر بعض الناس، انما الناس اللي عايشاه عارفين قيمته. وبرضه احنا عندنا في مركز سموم في طب القاهره ومركز سموم في طب عين شمس، لكن بقيه القاهره فين مراكز السموم الثانيه؟ مفيش. طيب، هل ممكن اقف عند النقطه دي؟ عندي اسئله صغيره علشان الفصل الجاي وهو الفصل الاخير افسح المجال لكذا قضيه مهمه حضرتك ناقشتها مع السيد الرئيس. 1، ماذا عن بدل العدوى للاطباء؟ 19 جنيه وطبيبه ماتت. جاهز. جاهز؟ طبعا. هيترفع لكام يا فندم؟ 10% من مرتب الطبيب. طب الاطباء الشبان بياخدوا، عارف حضرتك بدل 19% يعني هياخد كام؟ هيزيد 200، هيبقى 250 جنيه. هياخد 250 جنيه. اقل حاجه. اقل واحد. اقل واحد. هياخد 250. طيب. معقولة. 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 لماذا حللت لجنة الفيروسات في وزارة؟ ما حللتهاش، أنا غيرتها. ليه؟ جبت ناس، طعمتها بناس، ناس جداد. هل كان في تحفظات بيدخلوا ضمن السبعة اللي بتقطع إيديهم؟ لا لا لا، أنا ما عملتش كده وخلاص. هي بس هي الفكرة كلها برضو، أنا مش محلتش بالعكس، أنا عملت لها إكستنشن. نعم. هي الفكرة كلها إن هي كانت لجنة واحدة للفيروسات، بتتحكم فيه، مش بتتحكم، بتشرف على علاج كل مرضى الكبد وفيروس سي في مصر. إتز نوت إناف، ده غير كافي. اللي أنا عملته إن أنا دخلت لها طعمتها ببعض الناس، وعملت لجنة فيروسات في كل مركز لعلاج الفيروسات ال 43. طيب، وحضرتك كنت بتكلمني عن المستشفيات، حال المستشفيات، ولكن الشكاوى والناس قاعدة تبعت لي طب المستشفيات، طب ما شفتوش الفيديو اللي الست راحت وما رضوش يستقبلوها. الموضوع بص، احنا هنتفق على اتفاق. انا قلت مره ثانيه وثالثه، انا مشيش في ايدي المصباح السحري. هي ده فكري في على، خلينا نقول ايه، كل واحد بيفكر لازم يفكر بالاتي. شورت تيرم ستادي اللي هي 2016 2017 كويس، انترميديت تيرم ستادي 2018 الى 2000 نهايه 2019، لونج تيرم ستادي 2020 2030. لو احنا فكرنا بهذا الفكر المعقول العقلاني هنقدر نحل المشكله. بس هنضمن ازاي ان الدكتور احمد عماد هيقعد عشان؟ لا لا لا، مش انا لاعب وما لهاش دعوه بالشخص ابدا. مين قال كده؟ حضرتك جيت لا لا لا، ما لهاش دعوه بالشخص اللي قبلك أبداً. اللي قبلك لغى، هي سيستم يتحط، واحنا عملناها امبارح، وامبارح هذا الملف تم اعطائه لدوله رئيس الوزراء. يعني حضرتك اكملت مثلا على بعض الملفات اللي عملها السيد بالظبط كده عادل عدوي طبعاً. واللي قبله واللي قبله طبعا. ما ينفعش ما ينفعش واحد يجي زي ما بقول لك كده فروم سكراتش، واللي يقول كده يبقى انسان مش كويس. هنطلع فاصل، بعد الفاصل الدكتور احمد عماد هيقول لنا ماذا دار مع الرئيس بخصوص الالبان وخصوص الامصال. عايز اقول لكم كما هناك مافيا في الالبان، في مافيا في الامصال كبيره جدا، لكن الدكتور احمد عماد وقبله الرئيس كان شايف. بعد الفاصل.
نطبق نظام طب الاسره في مصر كويس ويكون تفعيل الملفات مش بس الارقام اللي تبقى موجوده. يعني يا ريت لو كل واحد يبقى بالرقم القومي بيدخل بالنظام اللي يدخل النظام الصحي بيه ويتم الكشف عليه ويصرف العلاج بيه ويتم تفعيل ده عن طريق نستخدم التكنولوجيا الجديده. يعني ندخل النت تبقى في شبكه نت في الصيدليات وبين المراكز الطبيه الحكوميه وحتى المستشفيات الخاصه. انا بطلب طبعا الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر للاطباء إيه علشان يكون طبعا طبيب مؤهل ان هو بيتعامل مع المريض بشكل صحيح، ولان هو بيقيم في الاخر، فما اقدرش اقيم طبيب مش مؤهل اصلا. اهتمام بالتعليم الطبي المستمر للاطباء دي نقطه مهمه جدا والناس بتغفلها، لان هم دايما يعني بيبقى يجي التفتيش او المرور او الرقابه كده على وجود الطبيب او لا. طب انت شفت الطبيب ده كف انه يعالج الناس اللي موجوده دي في المستشفيات الحكوميه بالذات ولا لا؟ دي نقطه مهمه جدا. يعني التعليم الطبي المستمر، مراعاه الرواتب الى حد ما، يعني ابتدى يبقى في تحسن مش هننكر، بس مراعاه الرواتب بالنسبه للاطباء وللتمريض بحيث تبقى كافيه انه يعيش حياه شبه كريمه، مش هنقول كريمه قوي يعني، احنا يعني مقدرين برضو وضع الدوله، ويعني الاهتمام برضو بالنواقص الموجوده في المستشفيات وتحسين الخدمه الطبيه، تطبيق الكادر بتاع الاطباء بحيث ان الدكتور يبقى متفرغ للمستشفى، ما يبقاش عاوز يروح عياده مثلا بتاعته عشان طبعا مرتبه مش كفايه وكده، فيبقى بيدي كل وقته للمكان اللي هو بيشتغل فيه، وده يكون افضل بالنسبه للمريض. يعني احنا نتمنى ان هو طبعا يدينا حقوقنا عشان نقدر نأدي واجباتنا صح، فاحنا دلوقتي بنطالب كلنا بتطبيق الكادر، وفي نفس الوقت يكون يعني يحقق لنا احتياجات كل مكان ايه هو اللي محتاجه، ويكون فعلا كل مريض ياخد حقه، يعني مش في العلاج بس، حتى في المكان يكون المكان نظيف وكويس، التجهيزات نفسها تكون موجوده عشان يساعد الاطباء التمريض العمال ان احنا نأدي احسن ما عندنا للمريض. الاجور وتوفير الادويه باسعار مناسبه للمرضى، والفاسيلتيز الاجهزه الفحص للفحص والسيرفي ان انا اكتشف العيانين قبل ما يجي لهم مرض السكر، عملية مسح في المدارس في الجامعات عشان اكتشف المرض، لان الوقاية طبعا زي ما انتم عارفين اهم من العلاج. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى، وقت الحواري مع ضيف العزيز دكتور احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان. الدكاترة طرحوا حاجات حضرتك جاوبت على بعض منها. قبل ما هروح لبعض التفاصيل عايز اضمن وقتي، فاخد الملفين الرئيسيين او هم ثلاثة بالضبط عايز اخدهم في ربع ساعة. عندي ملف الالبان هنبتدي بيه. حضرتك ناقشت وطرحت على السيد الرئيس ازمة الالبان الخاصة البان الاطفال. احنا طبعا برضو لو جيت اتكلمت عليا انا جايب خلفية ان انا استاذ جراحة عظام، انا جايب دعوة بالاطفال والالبان وعميد كلية الطب، برضو كنتش عارف هذا الملف خالص. انا فوجئت بيه اول ما جيت الوزارة. تمام. فوجئت بيه ان انا تاني يوم اللي مسكت الوزاره يوم الاحد وانا جاي من بيتي في العربيه لقيت فيه استغاثه من شركه بتقول اللبن ومش اللبن، وبديت ادخل بقى في قصه الشركه القبضه اللي قلناها تفلس لو اتخذ منها. هي القصه طبعا احنا خلينا نبص بقى للموضوع، بلاش بقى نتكلم حصل ايه وتم ايه، تعالى نتكلم عليها كبلد كدوله. هل احنا بنحتاج البان؟ طيب الطفل بياخد لبن قد ايه واحتياجاته قد ايه؟ كل طفل بياخد حتى من حوالي 4 علب إلى 8 علب بير مانث على الفترات العمرية المختلفة، من أول ما يتولد لغاية ما يوصل لسن سنتين. تمام. طيب بنحتاج كمية ألبان، طبعا بنحتاج كمية كبيرة. مصر أو الدولة بتدعم جزء من الألبان، لأن الألبان دي غالية جدا ثمنها في الصيدليات اللي هي الألبان الخاصة اللي بتتباع ب 55 وب 60 بالظبط كده، 60 جنيه العلب، فبتدعمها بمجموعة ألبان. ده اللي بقى لما دخلت في دراسه هذا الموضوع، بكميه تكفي غير القادرين زي ما احنا بنقول. نعم. تصرف عليها مصر في كدعم مبلغ جامد، مبلغ جامد، تصل لقد ايه؟ تصل من 800 مليون الى مليار بيرير في كل سنه. طيب كعمه اللبن، جال لبن، ايا كان بقى الطريقه اللي بيجي بيها مش هنتدخل فيها. خلاص خلصنا يعني منها. طيب بعد كده هل هذا اللبن بيروح لغير القادرين؟ لا. تمام. ده مش صح. البان دي بتيجي في شركه بتقوم بتوزيعها، في ناس بتقوم بتوزيعه
اللي بيحصل اللي انا عرفته ان اللبن ده ما بيروحش للمحتاجين, بيتسرب بيتسرب وبيتسرب لمصانع الحلويات وبيتسرب لكل مزارع المواشي وما بيشوفوش اللي بني ادم او الانسان الغير قادر اللي محتاجه. تمام. طيب يبقى احنا مبدئيا محتاجين نعمل منظومة الاول ننظم بيها توزيع هذا اللبن. المنظومة الوحيدة اللي نقدر ننظم بيها توزيع هذا اللبن هي نفس منظومة كارت التأمين وكارت البنزين. كارت البنزين مفيش غير كده. الحقيقة برضو رئيس الوزراء طلب مني ان انا اقعد عنده في احد الناس, ولقيت الملف ده كان موجود ومطروح وفي موجودين ناس في وزارة الصحة شغالين فيه, قعدنا عشان نفعل هذا الكلام, وبقى فعلا الكارت ده وخلصنا هذا الكارت وبقى الكارت ده جاهز لتوزيع اللبن. طيب يبقى ده جانب. الجانب التاني, طيب هنجيب اللبن ازاي؟ كل سنة كل سنة هنعمل مناقصة. طيب طب مناقصة عامة ماشي, ومناقصة عامة تخش فيها كل الشركات, ومرة هنقول المناقصة ديت فيها مشكلة, لا المناقصة دي في واحد خد فلوس زيادة, ده دخلنا شركة خاصة, ده جاب شركة حكومية, ده المواصفات مظبوطة, ده المواصفات مش مظبوطة. طب الحل ايه؟ طب ما نجيب من الاخر. طب ما نعمل مصنع لبن. مين اللي جاب من الاخر؟ الرئيس. الرئيس اللي جاب من الاخر. حاجة طب ما نعمل مصنع لبن. الحقيقة انا لما قالي كده انا فوجئت برضو مرة تانية وثالثة. انا جايب خلفية واحد ما هوش انا راجل وزارة المالية اهو. لا القرار ده بقى ده قرار جميل جدا. فهو لما قال لي رئيس الكلام دوت الحقيقة انا خدته ورجعت مكتبي وبديت بقى ادرس. طب يا جماعة مصنع اللبن ده بيتعمل ازاي وهيتكلف كام وهيتكلف كام وايه حكايته؟ لقيت الاتي, لقيت ان مصنع الالبان ده بيبقى نوعين, يا اما ان انا بجيب عشان يبقى مصنع البان بجد لازم تكون عندي مزرعة عجول بتنتج البان, وهذا المصنع ده يتعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة. حلو. وبعدين يبقى عندك المصنع وده يصل الى 800 مليون جنيه اقل من اللي بندفعه اقل من سنة. وده بقى هو الماكسيموم اللي هو احلام اي مصنع ان يبقى عنده المزرعه والمصنع. التلتهيس بقى بالظبط. كويس. ولبنه وعماله بالظبط وتشغيل بالظبط بالظبط, ويكفينا تماما ويكفي احتياجاتنا تماما, ولا مناقصه ولا ممارسه. والرئيس خد القرار وخد القرار بالكلام ده وطلعني الملف دوت عشان انا اشتغل فيه. طيب طب انا هجي النهارده كوزاره هشارك فيها ازاي؟ دخلت طبعا لازم يخش معايا وزير الاستثمار طبعا, ولازم يخش معايا وزير التخطيط من الاخر, الناس اللي بتفهم في ازاي تعمل مناقصه عامه وندخل الاستثمار ازاي, ولا احنا هنعملها بس وهندخل استثمار اجنبي وبدينا نعمل التيمز. ولغايه امبارح انا كنت بتكلم مع الوزير اشرف العربي قلت له بص لما هنعمل الكلام ده انت معايا ويشود بي وذ مي والكلام ده كله, وهنقول الكلام ده ونرفعه لمجلس الوزراء لاخذ قرار بيه. لغايه ما جت ايه, لقيت حاجه جميله جدا جات لي, الورقه اللي هي مطروحه عندكم دي. الورقه دي مكتوب فيها ايه؟ برضه زي ما احنا بنقول احنا ما بنبتديش فروم سكراتش. ايوه. كان الدكتور عادل عدوي خوفا من ما يحصلش فيه يحصل فيه شورتج في الالبان, احنا عندنا على فكره لبن يكفينا مدعوم 6 اشهر بوينت 2. والله برافو عليك. 6.2 عندنا اوريدي. ومع ذلك كان جوه في الوزاره بيقولوا اللبن نفد ويحققونا. اللبن عندنا يكفينا 6.2 مانثز نعمل فيها المناقصه الجديده ونخلصها وان شاء الله يجي لنا اللبن ونخلص. لكن جالي بقى جواب غريب جدا, جالي من معالي وزير الماليه الدكتور هاني قادر دميان اللي بيطلع الجنيه كده. ايوه. بيقول لي كالاتي, باعت هذا الجواب لاحمد عماد دينرادي بناء على خطاب كان جاله من الدكتور عادل العدوي بتخصيص مبلغ عشان يجيب بيه ال 25%. المبلغ ده كام؟ 226 مليون جنيه. ده اللي موجود في الورقه ديت, 226 مليون جنيه جولي وزاره الصحه اهي زي ما هي كده وقعوا في ايدي. ايوه. هدول هيبقوا نواه مصنع الالبان. طب هتكملوا ازاي؟ هنكملوا بقى باي استثمارات, لكن كده انا عندي زي ما بنقول ايه الكيستون بس ده رايح مباشره للجهه المورده للالبان. لا ده مكتوب كلام واضح جدا, ده موجود لكذا الكلام بكل بساطه اخر سطرين. كل بساطه هقدم هذا الى مجلس الوزراء لعمل مناقله. مناقله مناقله ان بدل ما يجي دوت ودي لشركات الالبان يتحط تحت عنوان مصنع الالبان ونبتدي فيه مع الدكتور هاني قادري والدكتور والدكتور اشرف العربي وزير الاستثمار. طب المناقصه للالبان اللي هتيجي المده دي اللي هتغطينا, انا عندي 6 شهور, حاطط حضرتك الخطه المصنع ده خلال قد ايه؟ المصنع ده لو احنا عملناه في الكلام دوت في خلال سنه هيكون شغال. طب ده كويس, ادي سنه, السنه دي عندي منها 6 شهور,
الست شهور القادمين. لا ما دي احنا دلوقتي احنا عملنا المناقصة خلاص. عملت المناقصة؟ فعلا مناقصة عامة دي مطروحة. مطروحة دلوقتي. طرحت على ما تخلص المناقصة العامة دي هتخلص دي هتكفينا سنة. حضرتك حطيت فيها كل المواصفات. كل المواصفات. المطابقة وكل حاجة وكل الشركات تدخل والعجل. كل الشركات العامة والخاصة. كل واحد يخش وأرخص سعر نجيبه. لو حد عنده مصنع ألبان في مصر بيصدر للخارج يقدر يدخل. اللي عايز يخش يخش. مفيش شرط إن اللي من بره حدله فلوسه. ولا ليا دعوة. أنت هديك الفلوس كل أربع شهور. حضرتك أنا عملت إيه؟ أنا جبت أساتذة من طب الأطفال. أيوة. أساتذة ومديرة معهد التغذية وبعض الناس معهد التغذية. قلت لهم اعملوا المواصفات ادي المواصفات المناقصه هتطرح بالمواصفات دي اللي عنده المواصفات دي يخش تتكون لجنه تختار المواصفات وارخص الاسعار وناخدها مين هيدخل فيها قواعد المناقصه مين اللي هيعملها يعني قواعد العامه ده المناقصه قواعد العامه لاي مناقصه اللي نظمها قانون المناقصات من الوزاره طبعا دي بتبقى لجنه واللجنه دي بيحضرها ناس من مجلس الدوله زي اي مناقصه ضوابط المناقصه زي حد كده ممكن تتفاجئ بان حد لعب لعبه كده وضيف جمله يعني تعطل الدنيا كلها ما اتلعبت قبل كده ولا اتلعبت ولا حاجه هي مناقصه عامه غير مشروطه غير مشروطه خالص اللي هيقدم لك افضل سعر بافضل افضل منتج مطابق للمواصفات اللي اتعملت هياخد ارخص سعر لبلدي افضل منتج لبلدي هيتاخد وده اخر مناقصه بعد كده بعد عندنا كده هيبقى عندنا مصنع البان عندنا ناس بتشتغل وعندنا عيال بتاكل لبن بس كويس بس كده وخلصت كده القصه بتاعت اللبن الامصال كمان فيها مافيا مش مافيا ولا حاجه هي الامصال فيها عندنا مشكله مش مافيا لا الامصال ان احنا عندنا فيه بنستورد امصال بكميات كبيره بنصرف قد ايه على الامصال لا كتير جدا لا كتير بنخش في مليارات طبعا مليارات طبعا طبعا وبرده ده كان احد الملفات اللي عرضتها على الرئيس ان احنا عندنا فيه امصال دي مشكله في الوقت اللي انا لقيت لما قعدت مع الناس بتوع فاكسيرا ان احنا عندنا مصنعين موجودين مبنيين في مصر على ارض مصريه واحد منهم جزء من تجهيزاته موجوده لما قعدت معاهم هم قالوا لي الكلام دوت وعايز ان هو يخلص مصنع مصنعين عندنا مصنعين واحد مصنعين. بتاع الحقن لا غير حقن كمان دي حاجه تانية ايوه الحقن دي موضوع تاني مصنعين امصال موجودين ينفع ان احنا نجيبهم ونخلصهم وعايزين كلام بسيط جدا انت بتتكلم في ارقام ما بين 250 الى 500 مليون طب ما هو دي نخلصها فعرضتها للرئيس وطلع قرار فعلا بان اللي هتتحمل الدوله بمعنى اصح الرئاسه بمعنى اصح القوات المسلحه هتتحمل المبلغ دوت المبالغ ديت دي لوزاره الصحه ودي لمصر مش لوزاره ايوه انا فاهم هي انا وزاره الصحه بتاعت حضرتك هي مصر بالظبط كده اقصد ان هتبقى الملكيه في النهايه لوزاره وبعت وجات لي التوجيهات اتبعتت من قبل رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء ثم جاء لي بجواب من رئاسة الجمهورية من مجلس الوزراء بالبدء في استكمال هذه المصانع وإن شاء الله هتستكمل بمنحة من وزارة الدفاع مش منحة هي القوات المسلحة هي اللي تتولى يعني أنت مش هتتكلف في المالية لا خالص بقرار رئاسي بالظبط كده والمصانع دي ممكن خلال سنة تكون شغالة بقى إن شاء الله بإذن الله لأنها موجودة وما ندفعش مليارات بالظبط كده طب مصنع الحقن اللي كان محتاج 26 مليون مصنع الحقن ده بقى أهو زي موجود عندكم هنا برضه ده قصة من الحاجات اللي إحنا مصنع الحقن ده مش أي حقن هو مصنع حقن ذاتية التدمير أي دي اللي هي يعني المفروض إن هي الوقاية للبلد دي من فيروس سي إحنا طول ما إحنا عندنا فيه حقن بيتم تداولها وبتتم بتستخدم اكثر من مره اكثر من مره لن يكون لهذه البلد وقايه من فيروس سي باي صوره من الصور برضو نرجع نقول عندنا المصنع كامل عايز يخلص بتجهيزاته تجهيزاته 416 مليون جنيه تجهيزاته 416 فقط جالي توجيه من رئاسه الجمهوريه بان احنا نجري هذا المصنع او نعمله نكمله امبارح في جلستي مع رئيس الوزراء قلت له على المصنع ده ووافق ان انا اقدم له طلب في مجلس الوزراء بقى بدراسه ويتم موافقته موافقه مجلس الوزراء ويحمل على خزانه الدوله وان شاء الله باذن الله هيتم استكمال بنتكلم في كلام فاضي اقل من نصف اللي بنستورد بيه في سنه واحده ويبقى عندي الانتاج في مصر بالظبط كده طيب سياده الوزير ثلاث ملفات عايزهم في جمل الكادر كادر الاطباء والله دي كادر الاطباء مش جمله لا كادر الاطباء دوت انا هم عملوه وعملوا فيه حاجه غريبه جدا كده فيه ان شالوا فيه صفه اللي يشتغل ياخد لا يعني قال لك ايه؟ قال لك ان هي كل واحد هياخد مبلغ فيكسد اشتغلت هتاخده ما اشتغلتش هتاخده وشالوا اي تمييز علما بان احنا فيه جوه كل مستشفى ما يسمى باسم صندوق تحسين الخدمه ايوه صندوق تحسين الخدمه ده بياخد فلوس بهدف ان هي يدي او يكافئ اللي بياخد عن اللي ما بياخدش اتلغى
والفلوس موجودة في هذا الصندوق ومحدش بياخدها. كل ما في الموضوع ان الكلام ده عرض عليا. هم عمالين بيتكلموا على الكادر، الكادر ده خلاص اتطبق، ولكن أي. الدكاترة الفلوس دي اللي تاخدوها الحقيقة هي مش كفاية، والفلوس موجودة فعلا في صندوق تحسين الخدمة ممكن انها تضاف وتحسن من حالهم. فاللي حصل ان انا قدمت طلب الى مجلس الدولة بتعديل هذه الفقرة، ان يبقى صندوق هو مكتوب كده على ان تكون من موازنة الدولة او من الاموال العامة للدولة، احنا بس هنغير الجملة ديت وتبقى ان ممكن ياخد من صندوق تحسين الخدمة، وبالتالي تزيد الفلوس اللي هي محسوبان في الكادر. وان شاء الله هزف هذا الخبر لاطباء مصر قريبا جدا ان فلوسهم هتزيد احسن من فلوس الكادر موجودة. فاضل حاجة، ايوه، هذا القانون لما طلع قانون الكادر ده استثنى الولاد او الاطباء بتوع التأمين الصحي وهما مستثنين. برضو لما جيت لقيت الاتي حاجة برضو موجودة، ان الناس بتوع التأمين الصحي كانوا مقدمين على طلب انهم ياخدوا نسبة من فلوس السجاير، ايوه، ونسبة من فلوس اللي هما بياخدوهم الاطفال وهما داخلين عند بداية الدراسة. هذه النسب تصل الى 2.7 مليار، 2.7 مليار يدخلوا التأمين الصحي لتحسين حالة الأطباء. قرار خلص ومضى من مجلس الوزراء وحاليا في رئاسة الجمهورية، وإن شاء الله في خلال أسبوع هيكون ممضي من فخامة الرئيس وكده فلوس الدكاترة. أنا عايز أقول حاجة، أنا دكتور وأنا منيش جاي من بلد تانية، وكل اللي نفسي فيه إن زي ما العيان ينبسط لازم الدكتور ينبسط. العيان مش هتبسط إلا إذا كان الدكتور مبسوط. طيب في التمريض مثلا أثير محمود بتقول أنا مش هقدر أطرح أسئلكم كلها، أنا حد الورقة لسيادة الوزير، موضوع التمريض الخاص وبعد ضياع سنة من عمرنا وعمل اختبارات لعشر تلاف النتيجة لم ينجح أحد علشان الوزير الجديد ملوش دعوة بقرارات الوزير القديم، وإحنا اللي ضعنا في النص، كل مشكلتنا هنا عايزين نتعلم ونكمل دراسة تكملية سنتين، ما شفناش غير الإهانة وضياع حقوقنا، علما ان وزاره الصحه فيها عجز في التمريض 35,000 باعتراف من الوزاره نفسها. ايه المشكله لما نكمل دراسه سنتين ونسد العجز اللي عندهم وتتحل مشكلاتنا ونتساوى بالدفعه اللي قبلنا؟ التمريض ملف جميل جدا وملف هام جدا، زي ما اتكلمنا على الاطباء لازم نتكلم على التمريض. تمام. اولا في حاجتين، في تعليمهم زي ما اتكلمنا عن تعليم الدكاتره، واثنين في فلوسهم. انا مش هبتدي الحقيقه بتعليمهم، خلي تعليمهم دي في الاخر، انا هبتدي بفلوسهم. وانا هعرض على حضرتك الممرضات في مصر بياخدوا كام. طيب، وانا قلت الكلام ده امبارح لدوله رئيس الوزراء، الممرضه بتاخد في الشيفت ال 12 ساعه 12 جنيه 15 جنيه لو هي متخرجه من كليه التمريض يبقوا 20 جنيه في ال 12 ساعه. هل هذا يعقل؟ ده لو بتبيع مناديل. هل هذا يعقل؟ لا لا. طيب، الفترة اللي أنا كنت فيها عميد عملت رعايات في كلية طب جامعة عين شمس، عدد أسرة الرعاية كان 58 سرير. قعدت مع مدير المستشفيات وقلت له عايزين نجهز بقى نفسينا، خلاص احنا عملنا الرعايات. قال لي لا، استنى دقيقة واحدة، احنا عندنا مشكلة. ايه المشكلة؟ قال لي أنت ما عندكش تمريض يمشي 58. قلت له يعني أنا صرفت عليهم الرعايات ديت ملايين وما عنديش حد يشغلهم؟ قال لي بالظبط. عملنا مجلس مستشفيات وطلعنا قرار بزيادة فلوس التمريض في مستشفيات جامعة عين شمس إلى 110 جنيه في الشفت. امبارح وأنا قاعد مع دورة رئيس الوزراء قلت له هذا الكلام. قلت له الممرضات دول إذا ما ارتفعش نسبة الشفت من 15 و20 جنيه إلى 100 إلى 120 جنيه لن يكون للتمريض قائمة في مصر. ولن تكون مهنة نستنى منها خير. عشان لو جيت حصيت بالصوت كده حضرتك هتلاقي ان دي بترتفع تقريبا 10 مرات. اسالني سؤال، دي تكلف الدوله قد ايه؟ فانا واضح وصريح هتكلف الدوله حوالي 3.1 مليار. والحقيقه انا فوجئت ان رئيس الوزراء تحمس جدا وقال لي احنا لازم نعمل كده. ده كويس. والكلام ده امبارح. طيب الناس اللي عايزين يكملوا السنه دي لسه دي واحد. ايوه. احنا قلنا ايه؟ الفلوس. نيجي نتكلم بقى على التعليم. النهارده تعالى نتكلم على الممرضه دي بيحصل لها ايه عشان تتعلم. احنا بناخد التمريض بناخدهم يا اما من اعداديه يا اما بناخدهم من ثانويه. فجاه كده لقينا طلع قرار بان هم يتم الغاء اللي جايين من اعداديه، علما بان ده تعليم فني
ماشي. نعم. بس هو الحقيقة القرار ده لأن الولاد اللي كانوا بيخشوا من الإعدادية ثلاث سنين بيدرسوا التمريض باللغة العربية ويطلع قبل الدكاترة يلاقوهم بيتكلموا على التمريض بالإنجليزي غير كافي التعليم اللي بياخدوها، فكده مش كفاية. فكان لابد أن أنا أقعد مع الستيك هولدر المسؤولين عن الكلام دوت في أول عملي، فجبت عميدة كلية التمريض السابقة في طب عين شمس الدكتورة صباح مع المسؤولة عن التمريض في مصر الدكتورة كوثر، وعملنا مسارات للتمريض. هذه المسارات ان الممرضة اللي بتبتدي من اعدادية نفتح لها، بس بدل ما تقعد 3 سنين تقعد 5 سنين كويس، وتاخد بعد كده دبلوم فني، وبعد ما تخلص لو عايزة تكمل نعمل لها حاجة اسمها دبلوم تقني بكالوريوس تقني تكمل في كلية التمريض. ده واحد. واللي من ثانوية عامة اتس اوكي تيجي يقعد سنتين ونص ويخلص، وبعد ما يخلص عايز ياخد بكالوريوس تقني ياخده. والكلام دوت تم عرضه على دولة رئيس الوزراء وخدنا منه موافقة، وقال لي امبارح قال لي جهز القانون وهناخد الولاد دول وهيكملوا تعليمهم ويتعلموا يعني في مسارات يعني جيدة بإذن الله. 10,000 دول ما يقلقوش ان شاء الله يا فندم، جايين ان شاء الله. طب ده كلها النهارده يوم بشرى، حضرتك خدت قرار بوقف السوفالدي من الخارج و طبعا ان يكون الاعتماد على السوفالدي الصناعه المصريه ده حمايه للصناعه المحليه والناس اللي عملوا مصانع، ولا ثقه في المنتج المصري؟ مش عشان منتج مصري ولا حاجه، ونوفر فلوس مسألة منتج مصري ولا حاجه، هي قصه بسيطه جدا. برضو اول ما جيت جبت الناس بتوع لجنه الفيروسات اللي ماسكين علاج فيروس سي، قلت لهم دلوقتي احنا عندنا بنجيب سوفالدي او بنجيب علاج لفيروس سي ايا كان اسمه من بره مصر، وعندنا في علاج لفيروس سي خلص منه السوفالدي وبقى موجود مصري، انا هوزع ورقه على كل الناس يكتبوا لي فيها ان السوفالدي المصري المحلي مش بنفس جوده السوفالدي المستوى. قالوا لا نفس الجوده، نفس الجوده، والكلام عن ارتداد حالات اجمعوا كلهم ده. حوالي 18 ل 20 بروفيسور في هذا المجال ان ده زي ده. قلت لهم خلاص جميل جدا، يبقى لا سوفالدي مستورد من اليوم، والسوق يغطي، المصانع تغطي من 1 يناير. من 1 يناير الكلام الذي تردد على ان السوفالدي بعض الحالات انتكست مره اخرى بنسبه كبيره. حضرتك نسبه الانتكاسه في السوفالدي المصري 98% نجاح، 2% انتكاسه، دي اسمها انتكاسه؟ لا بس 2% دي نسبه كويسه جدا. بس كده سياده الوزير انت عندك 18 مستشار اعلامي؟ عندي واحد بس. واحد بس، اسمه خالد مجاهد صغير كده صغنون شاب جميل. سيادة الوزير انا ممتن لحضرتك جدا وبشكرك جدا، واحنا معاك المشاريع كتير والاحلام كتير، ملف الصحة ملف واسع وكبير قوي هنحتاج ان احنا نتكلم فيه تاني ان شاء الله. احنا مع حضرتك ان شاء الله، ما انت داخل معركتك اذا كانت معركة للاصلاح فاحنا معاك ان شاء الله معاك. باذن الله ان شاء الله. نورتني. شكرا. بشكرك شكرا جدا جميل. شكرا. بشكر الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان. ما اتكلمناش عن السكان عشان السكان ده ملف تاني خالص، انضم للوزارة وسيادة الوزير عين نائب وزير لسه لسه لسه، مش انا اللي بعين، ده الرئيس اللي بعين. ايوه في اسم بعين. حضرتك طرحته لتولي هذا المنصب طرح، بس مش دي اللي بيعين رئيس الجمهوريه، ولسه الرئيس معين لسه. طيب ان شاء الله ملف السكان هنروح له، لان ملف السكان كبير، كان وزاره وراحت الوزاره وانضمت، هل هي عبء على السيد وزير الصحه ام لا؟ انهي الحوار باسئله ولا كفايه كده؟ بشكركم، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. مصر بخير، طول ما انتم بخير، تصبحوا على خير.